بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الفيديو الثالث في كورس اللغة الإنجليزية. الكورس ده يا شباب بدأناه مع بعض من حلقتين، وده الحلقة الثالثة أو المحاضرة الثالثة. إن شاء الله رب العالمين في الفيديو ده هنتكلم عن how to make a question، إزاي نكون سؤال. بس قبل ما نبدأ في الحلقة الثالثة، عايز أقول لك إن إحنا في الحلقة الأولى خدنا تكوين الجملة، وخدنا أنواع الاسم وأنواع المفعول، وخدنا إزاي نكتب جملة سليمة. الحلقة الثانية اتكلمنا إزاي نعمل نفي لأي جملة في الدنيا. والنهارده بقى هنبدا نتكلم في كيفيه تكوين السؤال. قبل ما ابدا في الفيديو ده، انا عايزك بس تحط رجلك على حاجه ثابته كده وتعرف ان احنا عندنا نوعين من السؤال. في سؤال الاولاني المبدوء باداه استفهام اللي بيسموها question word. question word اللي هي كلمه الاستفهام. طيب السؤال الثاني المبدوء بالفعل المساعد اللي هو اسمه helping verb. طيب عايزك تفهم كده ان انت عندك نوعين من الاسئله. السؤال النوع الاولاني اللي هو السؤال المبدوء باداه الاستفهام، النوع الثاني سؤال مبدوء بالفعل المساعد. تعال نمسك واحدة بواحدة كده ونناقش الموضوع ده واحدة بواحدة. الأول السؤال المبدوء بأداة الاستفهام، مين هم أدوات الاستفهام؟ أدوات الاستفهام في اللغة الإنجليزية. أداة الاستفهام في العربي هم الإنجليزي بالظبط، يعني أنت في العربي عندك ما أو ماذا، في الإنجليزي اسمها وات. عندنا أين يبقى وير، عندنا متى اللي هي وين، عندنا كيف اللي هي هاو، عندنا من اللي هي هو. طيب ممكن نيجي ما نسأل نقول لك هاو أولد يعني كم عمر، اللي هي المشتقات بقى هاو فار يعني كم المسافة، how fast يعني كم السرعة. الأساسيين يا شباب اللي هم what, where, when, how، وما ننساش كمان نكتب معهم why اللي هي لماذا. فدول اسمهم أدوات الاستفهام. لما هيجي في بالك كلمة أدوات استفهام فهي حد من الناس دي. طيب عايز أكتب سؤال. طيب يا مستر، أي سؤال هتكتبه في الدنيا قدامك هيكون عبارة عن أداة الاستفهام، وبعدها الفعل المساعد، وبعدها الفاعل، وبعدين فيها آخر حاجة اللي هنعملها هي الفاعل. ولكن عايزك ما تنساش ان في حاجه مهمه جدا في اخر السؤال تبقى موجوده، اللي هي اداه الاستفهام. خصوصا لو انت بتسمعني او انت طالب ثانويه عامه، لان انت عندك في الامتحان بيديني اربع جمل ويقول لك مين في دول صح ومين غلط، وممكن يديك جمله سؤال اخرها ما فيش عنها استفهام فتبقى خطا. فركز في الحته دي كويس. عايزك تركز كمان ان لازم ابدا باداه الاستفهام وبعدين الفعل المساعد مباشره وبعدين الفاعل. في ملحوظتين عايزك تعرفهم. اولا احنا ان الفعل يكون مناسب لفعل مساعد. يعني ايه بقى الحته دي؟ ان لو استخدمت الفعل مساعد من فيرب تو دو فانا بجيب الفعل في المصدر. لو انا استخدمت الفعل المساعد من فيرب تو بي فانا هجيب الفعل المضاف له اي ان جي لو معلوم، او باست بارتيسيبل لو مجهول. لو الفعل المساعد هو الفيرب تو هاف فانا بجيب الباست بارتيسيبل. انت لازم تحط دي في ذهنك وتبقى عارف كويس انك انت لو قلت لي ديد يبقى هناخد المصدر. طب لو قلت لي هاف او هاز او هات ناخد الباست بارتيسيبل. لو خدتنا هنا ام واز ار فناخد الفعل المضاف له اي ان جي. دي ملحوظه اوليه كده. طيب عايزين نبدا نجرب كده ونلعب مع بعض نحاول نعمل سؤال. واحد سالني سؤال يا شباب، فانا قلت له مثلا I study English at night. انا بذاكر لغه انجليزيه بالليل. حلو، يبقى انت سالته قلت له متى تذاكر اللغه الانجليزيه عشان يرد عليك ويقول لك بالليل. متى دي اللي هي وين. وانت لو لاحظت انك اي سؤال هتعمله في الدنيا نفس التركيبه اللي انت شايفها قدامك في اول الشاشه من فوق دي. هنبدا اول حاجه بأداة الاستفهام اللي هي متى اللي هي وين. طيب بعد ما نكتب استفهام بنجيب الفعل المساعد. طيب الفعل المساعد ده اللي هو مين؟ افكرك في الحلقه اللي فاتت او في الفيديو اللي فات احنا اتفقنا ان الفعل المساعد يا شباب واحد من اربعه. ركز كده معايا كده. الفعل المساعد ده اجيبه ازاي في اي جمله في الدنيا؟ بص يا سيدي، رقم واحد الفعل المساعد هو، فعل مساعد هو واحد من الاربع افراد او اربع فئات دول. الاولانيه اللي هي الفيرب تو بي، الثانيه اللي هي الفيرب تو دو، الثالثه اللي هي الفيرب تو هاف. طيب مين الفيرب تو بي اللي هم ام واز وار ووز وير. طب الفيرب تو دو اللي هم مين؟ اللي هم دو ديد ودز. طيب الفيرب تو هاف اللي هم هاف وهاز. طيب الحاجه الرابعه بقى كمان من الافعال المساعده اللي هي الافعال الناقصه. الافعال الناقصه. يبقى انت كده لما يجي في ذهنك وتقول لنفسك يا عم انا عايز اطلع فعل مساعد من اي جمله في الدنيا، فانت بتدور رقم واحد على فيرب تو بي، رقم اثنين على الفيرب تو دو، رقم ثلاثه على الفيرب تو هاف، ورقم اربعه على فعل ناقص، فعل من الافعال الناقصه. لو حد من الناس دي موجود في الجملة، إذا الجملة فيها فعل مساعد. طب أنا مسكت الجملة اللي قدامي I study English at night. الجملة دي ما فيهاش فعل مساعد، نعمل إيه بقى يا سيدي؟ قال لك بص، لو الجملة ليس بها فعل مساعد، لو الجملة ليس بها فعل مساعد، قال لك تعمل إيه؟ رقم واحد نحدد زمن الجملة. طب ليه هنحدد زمن الجملة؟ ما هي عشان لو مضارع فانا هاخد الفعل المساعد دو او داز، وعشان هي لو ماضي فانا هاخد الفعل المساعد ديد. طيب انا لما ترجمت الجمله اللي قدامي هنا دي
اللي هي اي ستادي. ستادي يعني يدرس او اذاكر، يعني او يذاكر، يعني معنى كده الفعل مضارع. وما دام الفعل مضارع فحضرتك هتستخدم دو او داز. بناخد داز لو الفعل اخره اس، بناخد دو لو الفعل قدامك في المصدر. يعني الموضوع محسوم ومحلول، ما فيهوش اي قضيه ولا اي لخبطه. طيب فانا قدامي هنا في الجمله بتاعتي اي ستادي، ستادي ديت يا مستر الفعل في المصدر، خلاص يبقى انا هستخدم فعل مساعد دو، يبقى ليتس فهم وين، فعل مساعد دو. الفاعل الاي دايما بنحولها ليو، يبقى وين دو يو. وبعدين الفعل في المصدر اللي هو كلمه ستادي. بس عايزك تركز، مش دايما هاخد الفعل في المصدر زي ما انا عملت كده، انا خدته في المصدر عشان معايا دو. طيب مين اداه الاستفهام هنا يا مستر؟ اللي هي وين. طب مين الفعل المساعد؟ اللي هو دو. طب مين الفاعل؟ اللي هي يو. لو انت مسكت اي سؤال هتلاقي التركيبه دي موجوده عندك نصا، اداه الاستفهام، اداه الاستفهام اللي هي وين، الفعل المساعد اللي هو دو، الفاعل اللي هو يو، والفعل في الجمله اللي هو ستادي. طيب تعال نمسك كمان جمله ثانيه كده ونعمل عليها سؤال. لما يقول لك مثلا بويز، بويز كان دو ميني اميزنج ثينكس، يعني الاولاد يمكنهم ان يفعلوا الاشياء المدهشه الكثيره. نفس اللي احنا عملناه في كل سؤال في الدنيا، يعني جبت استفهام، فعل مساعد، فاعل، وبعدين فعل الجمله في الاخر، وعندك سؤال استفهام. طب الجمله بتاعتك حدد اركانها، بويز هم الاولاد، كان يستطيعون ان يفعلوا اشياء كثيره. فانت هتساله تقول له ماذا يستطيع الاولاد ان يفعلوا، ما او ماذا اللي هي مين؟ اللي هي وات. وبكده انت كتبت اداه الاستفهام وات. وبعد اداه الاستفهام بتجيب الفعل المساعد. مين الفعل المساعد؟ واحد من الاربعه، الفيرب تو بي، الفيرب تو دو، الفيرب تو هاف، والافعال الناقصه. في هنا حد من الافعال دي؟ اه الفعل الناقص هنا قدامي كان، يبقى الفعل المساعد هنا كان. وبعدين الفاعل اللي هو بويز. طب هو انت ليه قلت لي ان الفاعل بويز؟ بص اقول لك تجيب ازاي الفاعل. الاول لما تقول للاولاد يستطيعون ان يفعلوا اشياء كثيره، مين اللي بيعرف يعمل اشياء؟ الاولاد. طب دي طريقه. الطريقه الثانيه انك تعرف ان الفاعل هو دايما اللي بيكون في اول الجمله، هو اللي بيكون قبل الفعل او قبل الفعل المساعد. طب يبقى ده استفهام، وات كان الفعل المساعد، بويز الفاعل، وبعدين الفعل في الجمله اللي هو كلمه يفعل اللي هي دو. طيب هتسالني سؤال، مش انت قلت لي يا مستر ان الافعال المساعده في الجمله في الانجليزي هم دو وهاف وبي والافعال الناقصه؟ هقول لك اه يا عم. مش انت قلت لي ان دو من الافعال المساعده؟ تمام. طب ما هو هنا انت قلت لي بويز كان دو، ليه ما قلناش دو فعل مساعد؟ بص يا سيدي، الافعال المساعده زي كلمه هاف وزي كلمه دو وزي الفيرب تو بي، الناس دي ممكن تاتي اساسي وممكن مساعد كمان في نفس الوقت. طيب اديني مثال، ركز معايا عشان الكلام ده مهم وعايزك تبقى عارفه من اول مشوارك في التعليم في الثانوي وكده، وتشد الدنيا سهله. لما تيجي تقول لي مثلا اي ام سترونج، على سبيل المثال جمله بسيطه صغيره زي كده، اي ام سترونج. اي ام سترونج هنا الفاعل في الجمله هو كلمه اي. طيب الفعل هنا هو ام، وبعدين سترونج دي المكملات او هي هنا صفه. لاحظ ان اي دي الفاعل اللي احنا قلنا عليه قبل كده اسمه سبجكت. طب نوعه ايه ده؟ ده بروناون يا مستر، بروناون يعني ضمير. طب نوعه ايه نوع الضمير ده حضرتك؟ ده اسمه سبجكت بروناون، ضمير فاعل. طيب تاني حاجه هنا ام دي بقى دي عباره عن فيرب. طب يا ترى نوعها هنا في الجمله دي مين ولا هيلبنج؟ لا ده هي مين فيرب، يعني فعل ايه؟ اساسي. طب انت عرفت منين؟ بص يا عم ركز معايا كده، لو معاهم فعل اخر يبقى كده فعل، هما يبقى هما كده فعل مساعد. لو لوحدهم في الجمله مفيش معاهم فعل تاني يبقى اساسي. طب تعالى نشوف كده الكلام اللي انا بقوله ده هيبقى ازاي. انت معاك ام في معاها فعل تاني في الجمله؟ لا مفيش، يعني كده لو وحدهم يبقى كده هي فعل اساسي، عشان كده انت قلت لي من فيرب. طب اديني جمله تانية، لما تقول لي اي ام ريدنج مثلا، اي ام ريدنج ا ستوري، انا اقرا قصه، الفاعل هنا مين؟ الفاعل هنا اي. طيب بعد الفاعل مين الفعل المساعد؟ ام، والفعل الاصلي ريدنج. يبقى انت هنا في الجمله دي معاك اي هنا فاعل، وام ديت هيلبنج فيرب، وريدنج دي المين فيرب. احنا كده يا شباب اتفقنا على الاحتمال الاولاني اللي ممكن الفيرب تو بي وهاف ودو ما يكونوش فعل مساعد. الاحتمال الثاني بقى ان يكون الجمله فيها فعل مساعد زائد الفيرب تو هاف، كلمه هاف او بي او دو. يعني ايه فعل مساعد؟ زي جملتك اللي انت قدامك فوق دلوقتي. بس قبل ما اروح لها هديك مثال ثاني. لما اقول مثلا يو شود بي كام، يجب عليك ان تصبح او ان تكون هادئا. لو انت مسكت الجمله دي، والله يا مستر يو دي عباره عن سبجكت، عباره عن سبجكت بروناون او سبجكت كمان موقع في الجمله فاعل، شود دي عباره عن هيلبنج فيرب، البي هنا عباره عن مين فيرب، وبعدين كام هادئ عباره عن ادجكتيف.
لو انت خدت بالك من اللي انا قلته لك، ان انا قلت لك ان كلمه شود فعل مساعد، فاكيد دي فعل اساسي. يبقى انت قدامك كده احتمالين اتنين بتقدر تحكم على الفيرب تو بي، الفيرب تو بي والفيرب تو دو والفيرب تو هاف. الناس دول يكونوا فعل مساعد في حالتين. الحاله الاولانيه لو بعدهم فعل، لو كان بعدهم فعل. الحاله الثانيه لو قبلهم اي فعل مساعد اخر. حلو. يعني مثلا بقول لك كان دو، يعني يستطيع ان يفعل، فكلمه دو هنا فعل اساسي يبقى مين فيرب. لما تقول لي مثلا في جمله ويل هاف ا كار، اي ويل هاف ا كار، سيكون عندي سياره، يبقى ويل دي فعل مساعد وكلمه هاف فعل اساسي. طب ما تيجي نبص على جملتنا اللي احنا كنا بنحكي عليها دلوقتي اللي هي كانت دي. بقول لك يو شود بي كام، احنا قلناها دي خلاص. انا عايز الجمله الاصليه اللي كان عليها السؤال. بويز كان دو ميني اميزنج ثينجز. والله دو هنا عباره عن مين فيرب. طب انت ليه قلت عليها مين فيرب؟ لان قبلها كان اللي هي هيلبنج فيرب، فخلاص كده دي مساعد ودي اساسي. طيب كمان جمله علشان نكون عليها سؤال، عايزك ما تطلعش من الفيديو غير لما تكون بتعرف تكون سؤال وانت مغمض عينك، اوعى تكون مفتح عينك وتكوله كمان. الفكره او الجمله اللي بعد كده، انت سالتني سؤال مثلا، فانا قلت لك على سبيل المثال ماي تيتشر هيلبس اس دو اور تاسكس. المدرس بتاعنا بيساعدنا ان احنا نعمل المهام بتاعتنا. يبقى انت هتقول لي ماذا يساعدك المعلم ان تفعل؟ ما او ماذا اللي هي مين يا سيدنا؟ اللي هو اسف هام اللي هي وات. طيب الفعل مساعد مين؟ انت قلت لي المدرس يساعدنا ان نفعل واجباتنا، يبقى ما او ماذا والفعل مساعد بس اشمعنى عشان هيلبس الفعل اخر اس، وبعدين الماي هنخليها يور، يبقى وات داز يور تيتشر، وبعدين نستخدم مثلا دو تبقى معناها ماذا يفعل معلمكم، او ممكن نقول وات داز يور تيتشر هيلب يو دو. عارف انت لما تترجم هترتاح، ماذا يفعل المعلم او ماذا يساعدك المعلم ان تفعل. كمان جمله برضو عايزين نعمل عليها سؤال، جمله كده عايزين نعمل عليها سؤال. لما تقولي مثلا my dad worked in Cairo، اشتغل في القاهره for 2 years، لمده سنتين، انت هتستخدم ايه؟ انت عايز تقول لي كام المده، كام المده التي عملها ابوك في القاهره، كام المده اللي هي اسمها how long. عرفت استفهام how long؟ طب الفعل مساعد، مفيش فعل مساعد في الجمله، وبعدين worked فعل زمن ماضي، فانا هاخد فعل مساعد did، يبقى عرفت استفهام how long الفعل مساعد did. الفعل ماي داد هنخليها يور داد. هو انت ليه عملتها كده؟ ما عشان الماي بحولها ليور. طب ايه الفكره؟ لانك انت هتقول لي كام المده التي ابوك عملها، وانت ترد عليها تقول ابي عملها، يبقى هاو لونج داد يور داد، وبعدين الفعل في المصدر ورك ان كاين. يبقى الجمله كده اصبحت خلصانه. وانت بتعمل سؤال خد بالك ان ممكن الجمله يكون اصلا فيها فعل مساعد، زي مثلا they are building، they are building a school، يعني هم بيبنوا مدرسه. عايزين نعمل عليها سؤال، فانت هتقول لي ماذا يبنون؟ انا في استفهام مين؟ وات. الفعل مساعد انا قدامي هنا فعل مساعد ار، يبقى خلاص نكتبه. بعد الفعل المساعد نجيب الفاعل اللي هو they، الار وبعدين they، وبعد كده نجيب الفعل اللي هو build بس هنضيف لها اي ان جي. اشمعنى؟ ما احنا متفقين لما يكون الفاعل الفعل المساعد ام از ار بتضيف الاي ان جي. وات ار they building، ماذا يبنون؟ فانت هتقول لي مدرسه. طيب اخر جمله في الفكره دي، لما تقول لي مثلا my dad has bought a car، ابي اشترى سياره. اسالني سؤال عليها كده، فانت هتقول لي ماذا اشترى ابيك او ابوك، ما او ماذا اللي هي what. الفعل المساعد عندي هنا has، وبعدين الفاعل my dad هنخليها your dad، وبعد كده هنجيب الفعل، بس انا عارف ان have و has لازم بعدهم التصريف التالت، فانا هقول bought. يبقى لحد دلوقتي كده خلاصه اللي احنا قلناه، ان رقم واحد لازم اكون حافظ تركيبه السؤال، اللي هي نبدا بأداة الاستفهام، وبعدين الفعل المساعد، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل. رقم اثنين، ان الفعل بيكون على حسب الفعل المساعد، فلو كان معايا الفعل المساعد فيرب تو دو بنجيب بعد المصدر، لو كان الفيرب تو بي بنجيب بعد الفعل مضاف الاي ان جي، لو كان الفيرب تو هاف فناخد الباست بارتيسيبل. لازم ابقى عارف دي. طيب وابقى عارف كمان رقم ثلاثه، المرحله الثالثه، ان ممكن الفيرب تو بي والverb to do والverb to have الناس دي ممكن
مساعد او فعل اصلي او اساسي على حسب الترجمه، بعرف وبرتاح في القصه دي. طيب في كمان فكره هنا، لما تيجي في سؤال لما حد يسالك سؤال فانت تقول له my mom helped me، امي ساعدتني. انت هنا هتسال تقول لي من ساعدك، حلو، ده سؤال. سؤال تاني، انت سالتني سؤال فانا قلت لك I helped عمر، انا ساعدت عمر. انت هنا برضه عايز تسالني سؤال وتقول لي من الذي انت ساعدته. لاحظ بس كده، عايز اقول لك على حته فنيه صغيره بالعربي تفهمها الاول. لما تقول امي ساعدتني فامي دي الفاعل. طيب لما تقول انا ساعدت عمر فعمر ده المفعول. طيب ركز معايا كده، لو انت قلت لي امي ساعدتني فانا هسالك اقول لك من ساعدك، فاقول لك هو helped you، من ساعدك. طب لو انت بتقول لي انا ساعدت عمر فانا هقول لك بقى من الذي انت ساعدته، يبقى هو did you help. هو ايه اللي انت عايز توصل له؟ عمال تلف من ساعتها، ان انا مع هو هنا ما خدتش فعل مساعد، لكن مع هو هنا خدت فعل مساعد اللي هو did. طب ايه الفكره بقى يا سيدي؟ الفكره بيقول لك انك لما تحب تسال عن الفاعل بتسال بدون فعل مساعد، لما تحب تسال عن المفعول فلازم مساعد. طيب اديني كمان مثال. انت سالت سؤال فانا قلت لك Egyptians المصريين built a dam، المصريين بنوا سد. فانت هتسالني وتقول لي من بنى السد؟ الاجابه هتبقى المصريين. طيب هو مين اللي بنى السد؟ المصريين، فهم هنا فاعل. طيب وما دام حضرتك بتسال على الفاعل فانت مش محتاج فعل مساعد، بدون فعل مساعد، فهنقول من اللي هي هو، وبعدين built the dam او a dam زي ما هو جايب في الجمله. طيب افرض الجمله كانت سؤال وانت او كانت اجابه وانت عايز تعمل لها سؤال. عايزها بالمثال، لما تيجي في الجمله تقول لي I met عمر in the street، انا قابلت عمر في الشارع. انت لما تسالني هتقول لي من الذي انت قابلته. عايزك تفهم كده بالراحه ان انت يا فاعل قابلت مين اللي هو هيبقى مفعول. فانا دلوقتي بسال عن المفعول، وانا عارف اكيد من هنا من التركيبه دي ان لما احب اسال عن المفعول بستخدم فعل مساعد، وبالتالي انا هحب اسال هنا فهقول هو. والله مت فعل ماضي فناخد لها فعل مساعد did، الاي بنخليها يو، يبقى هو did you، والفعل في المصدر اللي هو ميت، وخلص الكلام. طيب في اسئله يا شباب ملهاش علاقه بالتركيب اللي احنا بنساله ده، يعني مثلا زي كلمه هاو ميني دي معناها كم عدد، لازم يكون بعدها اسم جمع دايما، وبعدين الفعل برضه بيكون جمع، فعل جمع. طيب الكلام ده ايه لازمته؟ انت لما تقول لي مثلا I bought 3 pens، انا اشتريت 3 اقلام، هتسالني تقول لي كم عدد الاقلام التي اشتريتها؟ كم عدد يعني هاو ميني؟ ركز بقى، ركز هاو ميني، عايز اكتبها هنا واعدلها عشان هي هنا احس انها مش متركبه. هنشطب السهم اللي انا كتبته ده كده وركز معايا. انت اول حاجه بتبدا بيها هاو ميني، وبعدين اسم جمع، وبعدين الفعل مساعد، وبعدين الفاعل، وبعدين نكمل. طيب فانت قلت لي هاو ميني اللي هي دي، وبعدين اسم جمع، هو انت اشتريت 3 ايه؟ اقلام، يبقى هاو ميني بينز. وبعد ما تكتب هاو ميني بينز تروح تجيب الفعل المساعد اللي هو ديد، وبعدين نجيب الفاعل اللي هو مين اللي اشترى؟ انا، يبقى ديد يو، وبعدين المصدر اللي هو باي. ركز في السؤال ده كده، اداه استفهام، ركز، اداه استفهام هاو ميني، وبعد اداه استفهام بنجيب الاسم الجمع اللي في الجمله اللي هو بينز، وبعد كده الفعل المساعد، وبعدين الفاعل، وبعدين الفاعل. انت واخد بالك من ان في حاجه غريبه؟ مش احنا دايما بنجيب اداه استفهام لوحدها الاول، وبعدين الفعل مساعد، وبعدين الفاعل؟ ايه اللي حشر بينز هنا؟ اصلك انت المنطق في العرض لي كام عدد الاقلام. طب مثال تاني، انت بتقول لي I ate two meals، انا اكلت وجبتين، فانا هسالك واقول لك كم عدد الوجبات، يبقى هقول لك هاو ميني الاول، وبعد هاو ميني بجيب اسم جمع اللي هو الوجبات meals، وبعدين اجيب الفعل مساعد بما انك انت قلت لي ate يبقى did، والفاعل اللي هو يو، وبعدين الفعل في المصدر ايت. وانتبه انك لما استخدمت ديد خدت الفعل في المصدر، يبقى هاو ميني ميلز ديد يو ايت. طيب الحته الثانيه كمان، الملحوظه الثانيه عايز اقول لك عليها هنا، ان عندك كلمه هاو ماتش، وركز فيها عشان لها استخدامين، هكتبهم بالمره الاول، وهاو ماتش. لو انت جبت لي هاو ماتش وبعدها اسم مفرد لا يعد، وبعدين فعل مساعد، وبعدين فاعل، وبعدين فعل، هي في التركيبه دي هيبقى معناها كم كميه. طب على سبيل المثال لما انا اقول لك هاو ماتش اهي، وبعد اسم مفرد لا يعد اللي هو زي شوجر،
وبعدين الفعل المساعد did، وبعدين الفاعل you، وبعدين باي الماستر. ده معناه بالعربي كده، معناها كم كمية السكر التي أنت اشتريتها. How much sugar did you buy؟ طيب مثال تاني كمان على الحتة دي، عايز أقول لك مثلا أو أديك إجابة عشان لو أنت أزهر وسمعني فتعرف تعمل إجابة على السؤال أو سؤال على الإجابة. واحد بيقول لك مثلا I drank، أنا شربت 3 cups of tea، أنا شربت 3 كوبايات شاي. حلو، الجملة دي أنا ممكن أسألك عليها سؤالين، أقول لك مثلا أول سؤال لك كم كمية الشاي التي شربتها، ممكن أقول لك كم عدد الأكواب التي شربتها. ما تيجي نعمل السؤالين مع بعض. أول واحد عايز أسألك كم كمية، والله كم كمية يا مستر، يعني هاو ماتش، هاو ماتش. وبعد ما أجيب هاو ماتش أنا حافظ الصيغة أهي، حافظ الصيغة أهي، بعد ما أجيب هاو ماتش بجيب الاسم المفرد لا يعد، وبعدين الفعل المساعد. الاسم المفرد الذي لا يعد هنا هو الشاي، يبقى هاو ماتش تي. وبعدين الفعل، بص، أداة استفهام، وبعدين الاسم، وبعدين الفعل المساعد اللي هو درانك ماضي فناخد فعل مساعد ديد، وبعدين الفاعل اللي هو اي هخليها يو، وبعدين الفعل في المصدر من درانك اللي هو درينك. يبقى الجمله اصبحت هاو ماتش تي ديد يو درينك. طيب عايز اسالك كم عدد الاكواب، والله كم عدد دي اسمها هاو ميني وبعدها اسم جمع، يعني هنقول هاو ميني كابس اوف تي ديد يو درينك، كم عدد اكواب الشاي التي شربتها. وخلص كده الكلام عن استفهام. طيب انت قلت لي هنا حاجه ونسيت تكمل. لا ما نسيتش، انا مستني لما اخلص دي الاول. انت قلت لي هاو ماتش دي لها استخدامين، الاستخدام الاولاني بمعنى كم كميه اللي احنا قلناه وشرحناه، الاستخدام الثاني اللي هو كم ثمن. تعال نكتب لك كم ثمن دي تحت هنا وبعدين ننزل نشرحها. لما كلمه هاو ماتش يجي بعدها على طول فعل مساعد، اعرف ان دي معناها كم ثمن. طيب وبعدين اسم، سواء جمع او اسم مفرد. على سبيل المثال انا عايز اقول لك كم ثمن الكتاب، يبقى اقول لك هاو ماتش وبعدين از ذا بوك. انا ممكن اعملها كده، وممكن اقول لك هاو ماتش داز ذا بوك كوست. وانت كطالب شاطر في ثانويه عامه عايزك تفهم انت ليه خدت هنا از وليه هنا داز، مش لانها شكلها حلو في الجمله، لا والله انت عارف انك انت بتستخدم الفيرب تو بي عشان نسال لو الفعل مضاف له اي ان جي، ولو بسال على اسم او على صفه او على ظرف بستخدم الفيرب تو بي. بستخدم الفيرب تو دو لو الجمله فيها فعل في المصدر، انت هتحط الفعل في المصدر يعني. طب على سبيل المثال لما اقول لك مثلا هو از علي، انت ليه خدت الفعل هنا المساعد فيرب تو بي؟ لان انت بتسال على علي، مين علي ده؟ طيب انا عايز اقول لك مثلا why is عمر طويل، هو ليه عمر طويل؟ الجمله دي فيها فعل؟ لا، ده انت مستخدم is عشان الاسم والصفه، فانت عارف ان اسم وصفه مع بعض او مستقلين بناخد why. طيب لما اسال واحد اقول له where you، اين كنت؟ الجمله فيها فعل؟ لا خلاص، يبقى احنا بنستخدم الفعل المساعد هنا where. لكن لو انا عايز اقول لك where did you go بقى، where did you جو، اين ذهبت؟ لاحظ ان انت خدت الفعل المساعد هنا ديد، لان معاك اصلا في الجمله فعل. وانا متفق معاك هنا في الاول خالص، متفق معاك في الاول هنا خالص، انك لما يكون معاك في الجمله فعل اصلا هتاخد مين؟ فيرب تو دو، اللي هو دو او داز او ديد. طيب نرجع بقى لموضوعنا، انت خدت هنا في دي الجمله دي يا عم، خدت لي هنا كده از ليه؟ عشان انا بسال على الاسم الكتاب ومفيش فعل. طب انت ليه خدت لي هنا داز؟ عشان انا بسال على الكتاب ومعايا فعل اللي هو كلمه كوست، يكلف. طيب كمان اخر حته سريعه كده في الحته دي عشان ندخل على تكوين السؤال بأداة استفهام او بالفعل المساعد. انت لو عايز، واحد بيقول لك مثلا ان العربيه بتاعتك تمشي بسرعه 70 كم في الساعه، انت ممكن تقول هاو فاست وهاو تول وهاو وايد وهاو لونج واي حاجه بقى، وبعدين الفيرب تو بي وبعدين الاسم. على سبيل المثال هاو فاست از ذا كار، هاو تول از عمر، how wide is the room، how long is مش عارف مين. يبقى انت تاخد بالك من التركيبات دي. ده النوع الاولاني من الاسئله. النوع الثاني من الاسئله بقى، عشان انا طولت عليك، ان انا مبدوء بفعل مساعد. انت فاهم اصلا او فاكر كنا بنعمل اداه استفهام، الفعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. ده امتى؟ ده لما كنا بنسال على سؤال باداه الاستفهام. طيب هو السؤال اللي فيه فعل مساعد نبدا باداه استفهام؟ لا، احنا عايزين نسال سؤال مختلف، فاعتبر دي مش موجوده. هنبدا بالفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل المساعد. على سبيل المثال لو انا عايز اسال واحد اقول له هل سافرت الى لندن،
والله يا مستر كلمة سافرت دي فعل زمن وماضي، فأنا عامل حسابي كده إن أنا هستخدم كلمة ديد، حلو؟ وبعدين بعد ما أجيب الفعل المساعد اللي هو ديد لأن ده ماضي، هناخد الفاعل، أنا بقول له هل سافرت أنت؟ يبقى ديد يو. وبعدين الفعل في الجملة بما إن ديد، فأنا عايز هنا الفعل في المصدر يبقى ديد يو ترافل تو لندن، ديد يو ترافل تو لندن. عايزك تاخد بالك إن كلمة هل هي الفعل المساعد دايما، كلمة هل هي دايما الفعل المساعد. طيب واحد سألني سؤال، فأنا قلت له نو I can't sing well، لا ما بعرفش أغني كويس، يبقى السؤال كان إيه؟ كان هل تستطيع أن تغني جيدا؟ مين الفعل المساعد هنا؟ كلمة كان، يبقى أنا هقول له كان، الأي هخليها يو، وبعدين بعد آسف بعد الفعل المساعد والفاعل نجيب الفعل في المصدر اللي هو كلمة sing. can you sing well؟ بتعرف تغني كويس؟ قال لك لا ما بعرفش أغني كويس. طب افرض الجملة ما فيهاش أصلا فعل مساعد، يعني على سبيل المثال لو أقول لك yes I went to the park، ايوه يا عم انا رحت الحديقه، يبقى انت سالته قلت له هل ذهبت للحديقه؟ طب كلمه هل يعني ايه؟ يعني فعل مساعد. طب في فعل مساعد هنا؟ لا ما فيش، بس وينت زمانها ماضي، فناخد لها فعل مساعد ديد والاي هنخليها يو، وبعدين نكمل الفعل المساعد فاعل، فعل في المصدر من وينت اللي هي جو، يبقى ديد يو جو تو ذا بارك، وخلصنا كده. خلصنا كده الحمد لله، مرينا على السؤال بلا استفهام، خدنا السؤال بلا استفهام، وخدنا السؤال بفعل مساعد، وخدنا ازاي نكونهم هما الاثنين وانواعهم. عايزك قبل ما تمشي معايا تحل السؤالين دول كطالب ثانويه عامه سريعا، هكتبهم وارجع لك. رجعت لك ومعلش الفيديو طول شويه، بس انا نفسي افيدك بكل حاجه قبل ما تمشي. اولا تعالى نحلل الجمله دي، اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، وبعدين فعل اساسي، فدي هنا كده موقعها في الجمله مين فرق، انتبه لي كويس. الجمله الثانيه when I feel poor I sleep، لما بشعر بالضجر انا بنام. كلمة وين هنا يا شباب دي مش question mark خالص، دي كده عبارة عن conjunction. يعني ايه conjunction؟ يعني رابط. اشمعنى انت قلت عليها رابط مش أداة استفهام؟ لان معناها عندما، عندما اشعر بالضجر انا انام. طب امتى نعمل الجملة دي ونخلي كلمة وين أداة استفهام؟ لما اقول لك مثلا على سبيل المثال when did you feel bored، هو انت امتى حسيت بالملل؟ وين هنا كده question word يعني أداة استفهام، فانتبه لي كويس ان كلمة وين ممكن تيجي اداه استفهام، ممكن تيجي كونجنكشن، بعرف ده منين؟ من الترجمه حضرتك. طيب السؤال اللي بعد كده او الجمله اللي بعد كده وات اي دونت لايك هير از يور باد دوج. كلمه وات هنا حضرتك دي مش كويستشن وورد، دي كده عباره عن ريلاتيف بروناون. يعني ايه ريلاتيف بروناون؟ يعني عباره عن ضمير وصل. طب انت ايه اللي خلاك تعرف ضمير وصل؟ ما هو ده لو اداه استفهام حضرتك كنا هنجيب اداه استفهام وبعدين فعل مساعد وفاعل، انت هنا قال لك وات اي، يعني بعدها جاب لك اي، فدي مش اداه استفهام خالص هنا خالص خالص. طيب ثانيا الترجمه بتاعتها ما لا احبه عن المكان ده هو كلبك السيء. الجمله اللي بعدها هي wants to know what my name is، هنا يا ترى ناخد از، ناخد عن استفهام ولا نقطه؟ بص معايا، لما يكون اداه استفهام، لما يكون اداه استفهام بعدها فعل مساعد زي كده مثلا، خليك انا نحل الاول، اداه استفهام بعدها فعل مساعد بعدها فاعل، فده سؤال عن استفهام. طب اداه الاستفهام جينا نبص على اللي بعدها لقيناها حاجه غير الفعل المساعد، يبقى انت محتاج هنا نقطه مباشره مش سؤال، دي جمله خبريه. طيب لما تقول اي ام سلمى، كلمه ام دي نوعها ايه هنا، فعل مساعد ولا فعل اساسي؟ والله ما فيش معاها فعل تاني، يبقى دي كده فعل اساسي فنقول عليها مين فيرب. ام توكينج تو سلمى، انا بكلم سلمى، في ام موجوده معاها فعل تاني، يبقى ام دي هنا عباره عن هيلبنج فيرب، يعني فعل لمساعد مش فعل اساسي. انا كده خلصت. يا ريت يا شباب قبل ما تمشوا ما تستخسرش انك تعمل لايك للفيديو، معلش حاول تكتب كومنت في التعليقات، اكتب في التعليقات ذكر، اكتب مثلا لا اله الا الله، يعني حاول تنشر الفيديوهات على قد ما تقدر باي طريقه فنيه. لما تكتب لا اله الا الله فهو ذكر دائم ليك طول عمرك، يعني حتى لو احنا متنا هو موجود، يبقى اعمل لايك للفيديو، اكتب تعليق في التعليقات اي حاجه، اكتب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اكتب اي حاجه كده. اكتب لي كمان في الكومنتس تحت يعني انت عايز ايه في القناه عشان اقول لك هو موجود، وما كانش موجود نعمله. الحاجه الاهم من ده كله ما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، ويا ريت تعرف زمايلك على القناه علشان تساعدني وتحفزني ان انا اكمل معاك كل الحاجات اللي بنعملها دي. عايزك تعرف ان احنا خلال الاسبوع ده ان شاء الله رب العالمين هنعمل فيديو شرح الروابط. مين الروابط دي يا مستر؟ اللي هي also so even so even if والحاجات دي، وهنعمل شرح المستقبل باشكاله، القواعد اللي هي من بره المنهج هضيفها الاسبوع ده بحيث نكمل سلسله القواعد اللي على القناه. ما تنساش ان القناه اصلا عليها محتوى شرح قواعد اللغه الانجليزيه اللي كانت في منهج السنه اللي فاتت كاملا، بالاضافه لمجموعه من القواعد الخارجيه، كل ده موجود مجانا على القناه اليوتيوب، واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.